هلا والله شباب بنات، معكم هاني، واليوم رجعت لكم فيديو جديد عن لعبة راست. شباب، بهاي الحلقة مثل ما شفتوا بالحلقة الماضية بدي قلعتي بهاي القلعة. الصراحة القلعة يعني جدا اسطوري، بس اللوت فيها ضعيف نوعا ما. ففكرة هاي الحلقة بدي احاول روح اشحد من العالم لوت يزبطوني، بس اكيد ما راح اروح بهاي الشكل، راح يشوفوني شخص انه زنقير يعني ما بظن يعطوني، فراح احاول ما اخذ كل هوت واخذ شغلات تبيني اني شخص فقير. هات هاي، وهات هاي، لا هاي شوي بدها سباحة. اعطيني هاي الكنزة، نايس والله بكفي هاي. فاوكي شباب، حاليا راح روح اتجه نحو المدينة اللي موجودة هون، فيها مليان عالم، وبحاول انه انصب عليهم بشوية لوت. ما بعرف اذا راح يعطوني او لا، فخلونا نروح نشوف. نسكر على البيت وليتس جو. معي السيارة، انا بس باخذ لوفيو. وين هون؟ هون لوفيو. ليتس جو. وصلنا شباب واخيرا على المدينه. راح شوف حاليا البيت هوت تبع الشباب اللي موجودين بهذا المكان، فلنشوف اذا اساتن هوت بظن راح يعطوني له، فان شاء الله يكونوا موجودين بالبيس ويتعاونوا معنا. هلو هلو، شو هاي القلعه الك هاي؟ ايه لا 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 لا، طول باله. هاني هاني، هلا هلا. ليش صاحب واحد نصاب؟ مين مين عن مين قصده؟ ميوزك مو طلع له شيء. اسمع، انا ما لي علاقه شباب، انا ما لي علاقه بميوزك، وانا انشقيت عنه لانه عم ينصب على الناس. عرفتوا كيف؟ انا مثل ما بتشوف طلع علي. هسه راح ننصب عليه. ايه كفو والله كفو. شوفوا انا شخص فقير، حتى شوفوا ملابسي متشققه، ما عندي شيء. واللوت اللي ببيتك؟ والله العظيم وما عندي بيت، خسرت البيت، كان بيتي بالتلج، اجت السفينه وطهجته وراح البيت. فشباب بالله عليكم زبطوني شويه لوت كذا، ما بدي اسلحه انا، بس هيك شويه لوت حركات. ان شاء الله بصير غني برد لكم اياه. تعال تعال يا معلم، تعال اشرح لك وضع، اشرح لك حالتي. جيتك جيتك. كفو كفو ولا كفو. لك انت مو نفسك اللي شفتك بالاوتبوست كنت عم تحرق لوفيو؟ ايه ها والله انت كفو. وين المطعم اللي قلت لنا راح تطعمينا فيه وما بعرف شو؟ انت اختفيت، ما ادري وين رحت. اوكي كفو والله كفو. هدية من التيم كله والله. اوه مسدس كمان، والله وحش والله وحش. كفو والله ان شاء الله. لا اقول اقول لك صاحبي، لا صار مثل ما قالوا. لا لا انا ما بقدر ما بقدر، ان شاء الله بعوضكم باللوت. اوكي تمام تمام تمام. بدكم شيء حبايب؟ لا تستلم. هلا والله، يلا سلام. سلام سلام سلامتك. شلونك؟ هاني محمود، بس خلص عندي موضوع اكلمك فيه. اوكي بالله عليك، انا معناته لاقيني ببيتي. هاني تعال على بيتي. يلا يلا اذا حابب تكلمني. ايه ايه لا شباب شو قلوا. تعال على بيتي. اوكي ايه ايه جايك جايك محمود جايك. يمكن هون بيت ممكن شباب. اخ اخ اخ. هلو. لك لك شو هلا هلا هلا. هاي كله بيتك هيا؟ ايه كل بيت هي طورته جراج، انا عامله جراج وكلها سيارة من لك سيارته. والله عم بشتري وتاجر فيهم. لك عاش، يعني تشتري سيارة؟ بشتري سيارة. بتبيع لي معك؟ والله بشتري على طول. والله سيارة اسطوري، ايش قد بتعرض لي فيها؟ ايه والله العظيم شايفة كثير حلوة مثل التاكسي، نايس كثير. ايه حتى لك فيها. اسمع بس اغلك شغلة، اطلع اطلع شوي من ورا، اطلع طلعت. ايوه شفت الحركة برمسك من السيارة. اوه شيت كذاب. تعال تعال شوف. أيوة. هاي شوف هالرسمة، شوف هالرسمة الموجودة هو، شوف اشارة اجر. اي والله اي والله اشارة اجر. اي اي ميزي بس بالسيارة وصيت عليها. حركة محمود، انا مضطر اخذ عندك هاي الصراحة عشان بين اني شخص فقير.
اوكي لا هاني عم تاخذ اغراض يا لا والله بس هالشورت يا اخي لا وين راح الحديد طيب؟ قسما بالله ما اخذت هذه والله ما اخذت هذه بتحب نروح فتلي بالسياره يعني فرجيك اياها ونتفق بغير مكان؟ ايه يلا يلا مشينا مشينا يلا يلا خليني بس احط قفل على التي سي عشان تعرف يعني ما حد يكون دقيقه بحاول امسحها اقول لك شو المشروع اللي عملته لو اني اخذك هلا اسمع انت وين بتعرف فيتا محمود؟ اللي بالثلج ما بعرف غير بالثلج بالثلج اهزور شو عملت؟ عملت شو عملت؟ القلعة اللي بالثلج بعتها لشخص واخذت محلها قلعة قريبة على اللانش تايم كذاب والله قلعة كاملة كاملة مع كراج سيارة بربك فرجيني قلعة كبيرة كبيرة كثير قلعة كبيرة وتصميمها من باب الشرجي خيو هلا شو لا بربك حتى نشوف حمستني والله حلو كثير واو عشان اذا ما دفع لك السعر تنزله غصب من السيارة وتمشي لا والله نايس والله كثير حلوة السيارة هاي تستاهل 3 4 5000 سكراب يعني لا كف امسح كف نزول نزول بسرعة نزول هي سيارتك ولا سيارتي نزول صارت لي يا حبيبي شو صارت لي والله معي روكت لا والله صرت فقير انا امش شو معك حبيبي ليك 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 حالتك ليك حالتك لك بعدين حكيني لك بليك على نص راسك بسرقك برو لك احزور شو طلعت هيك قصدا قلت منعوض اللوت الراح نشحد من العالم لازم اطلع شخص فقير يعني عرفت لا والله نفس خطتي نفس الشيء دائما برجع بهالحالة حركات والله كفو كفو مالك لما يشوفوك فقير بيحنوا عليك والله معك حق والله حاسه مقلب ليش لا والله لا كيف كيف المقلب المقلب بعدين بعمله مالك هو عندك والله اكياد حركات لا مش نص ما فيها فيها شوي ليك الهزمتات ليك ايه بس وضعي وضعي شوي اوف على المي هيي المي رهيبة والله مع باي وهون في شوية لوت كمان مثل ما بتشوف هاي كل شي فيه انت لو تشوف لوتي هداك البيت كان في لوت لارج اويل ريج ولات لوت كارغو ومعباي مباي كل شي اعطيتي اياها كلها ما نقلت ليش ما نقلت نقلة كاملة اعطيتي اياها كاملة كذاب والله لا وات شيت يلا كف كف تعال شوف الروف تا راح الجنبا ودرا محمود لا والله الجنبا والله فقير أنا. والله ما اخذت جنب باودر والله هاني لا قسم قسما بالله ما اخذت جنب باودر هاني شو ما اخذت هاي كان مفوه راح الجنبا باودر والله والله هاني ما اخذت جنب باودر والله العظيم عم بحلف لك والله ما اخذت جنب باودر ما كان مفول ترى كان هيك اي والله شكيت فيه لا ما عليك ما عليك والله كان في معناها روش افطون والله لا لا ريد طلع اكيد روج يا روج يا باريو افتح لي افتح لي العمى باريو الكلب تعا والله لشوهو باريو كان تعا 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 احزر شو عمل الكلب شو عمل قلت له جيب لي معك هدايا شو أوكي. عمل كان تخيل فيه كان هالصندوق 3355 اوكي قام عطاني 2000 جن باودر قال شفته من هالصندوق اعطاني اياه والله للعن دعما نصب عليك باريو لا والله لازم ترد والله لا والله ما يصير ما يصير لا 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 بالنعاء لازم ترقع بالنعاء بالنعالات افتح لي افتح لي ما فيك منها اي والله وانت شو خطر ببالك تعرض عليها الصفقه وتاخذ منه هالبيت والله الصراحه كان بالي يعني كثير حابب اكتشف قلعه جديده تصميم جديد مو انه مو شايفه ابدا عرفت فما اردت الفكره ووافق عليها وفتنا بالموضوع لا لا كويس حتى المنطقه كويسه ترى مو سيئه ابدا مو سيئه حلوه والله فشو بس يعني اذا بتبيعه بكم بتبيعه بيعه ما بعرف يعني اذا بدك تشتري لك ولا لزبون ثاني ممكن ما بعرف لا شوف السعر ممكن يجيب لك زبائن ممكن يشتري بنفسنا على حسب طيب انت ما تحكي عن قلعه يعني اسمع يعني مو ما تحكي عن شيء سهل قلعة. اوكي قلعه مسوره مع افران مع كراج مع كذا دمعه دمعه يعني 100% اوكي والله دمعه صح شو طارد لنا السعر يا مدير بالسكراب بدنا نمشي بالسكراب ولا شو بس سكراب صح هلا شوف انت شاطر بالنصب والاحتيال صح؟
لا 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 هذا لا هذا الكلام كان بالماضي، انا تغيرت والله تغيرت يعني انه انا شخص يعني تغيرت مسالم كثير، ما صيب. عليك يعني من هالامر، بس يعني كفو، بس انا ما بدي اياك اي تكون مسالم مو نصاب تغيرت، ابدا. انا بدي اياك تكون نصاب. ليش؟ ليش؟ انا شغلت بعطيك هالقلعة وانت لانك بتنصب. نصاب؟ لا لا اسمع، انت بتروح على المدينة اللي انت فيها، اوكي؟ تنصب على شي واحد، تاخذ بيته طيب وبتعطيني يا يلا محل هالقلعة، شو رأيك؟ عرض مغري لا تقول لي. والله والله اي عرض مغري والله، صحيح عرض مغري يب، كويس. شو رأيك فيك عليا؟ ما طبعا فيني عليه، فيني عليه، بس لازم تعطيني سعر تكون واثق كفو، منه انت انه ينباع فيها يعني. اعطيني سعر، سعر شو انا بسعر لك هي، بس لازم اشوف القلعة هاي؟ لا قلعة هاي. انا قصدي بلا مصاري، انه انا باخذ القلعة اللي بدك تنصبها انت او البيت اللي بدك تنصبه، وانت بتاخذ هاي بلا مصاري هنا، عرفت؟ لا لا عم تمزح. شو؟ بالله عليك هلا استوعبت. لا لا عم ببين لك شو نصاب صاير. لا طيب. استغفر الله، لا لا ما بننصب هالدرجة. لا 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 لك شو مفكر؟ لا مش نصاب، حاطط هي على وجهك مع الفاضي هالحمرة البندانة، عن جد نصاب. هاي شلتها يا اخي، يا اخي بدنا نعيش ولا نسترزق شو يما؟ لا ما بقول لك، لا ما لهالدرجة. بتعرف لما حكيت هالمشروع لابليس شو حكى لي؟ والله بليس ركع عامل لك، لي هيك. بليس صفق لك، اسمع طيب، انت بدك صفق لك بالسكراب والله. يعني ايه بدي بالسكراب. ايه 10,000 سكراب وخدها، 10,000 سكراب قلعة قلعة، شو بيجيب 1,000 سكراب يعني قلعة 10,000 سكراب 10,000، وهي عاملك اكرامي كمان يعني شو؟ توقعت 20,000 والله 10,000 كويس ترى. خرب يومها. لا لا إلك لا لا بعشرين تصدق ألف هاني عن هي جد غالي، لو 10,000 مستحيل جيبها، مستحيل جيبها هلا، ب 10,000، مستحيل مستحيل، غالي كثير مستحيل كثير تجيب 10,000. أنا يعني. أوكي معك، بس يا يعني طيب عندي اقتراح تاني، 5,000 هذا سكراب. طب اسمعني هلا، انا بسعر لك هاني، اسمع اقتراحي بالله علي. هذا يلا، منظر الروف هذا مثلا، هاي موقع مثلا واحد أنا يكون فيها بسمع القلعة مثلا اقتراحك، بس يعني. دقيقة بس للقي طيب مسلم. يلا. لا انا سليم، انا ما بدي، انا 10,000 بدفعهم كله تمام. هات لنشوف عرضك، والله لا لا عن جد بلكي عاجبني. هذا الروف، هذا الروف يعني بالله عليك، حدا بيصمم هذا الروف؟ ضراط يعني، اللي بتجيب تشوف البيت والله بيستحي يشوفه، والله ما بيشتري اهلا، ب 10,000 انا ابدا. بس زائد انه اوكي يلا، مرة قاطعك هلا. اوكي شوف، زائد انه موقع انت عرفت شوي بعيد بالصحراء يعني، شو بدي يكون يعني، اكيد بعيد شوي. و10,000 والبيت فاضي يعني، يا ايه، ريت البيت وكمان فيه لوت، البيت فاضي حرفيا. في نهر حدو، هاي كمان نقطة سلبية، وفي عشب حدو هون كمان، والماركت كمان لعند اخت البيت. شوي. انا اذا بدي ابيع لك البيت والله لابيع لك اياه بطرق حلوه يعني، بس كفو. هلا انا بدي اشتري، اكيد بدي اشتري بدرات يعني، عارف. طيب شو بتعرض لي؟ هات لنشوف. انا شوف، بدك تسمع مني، انا راح ابي، راح اشتريها منك ب 5,000، بس اسمع مني للاخر، راح ابيعها ب 10,000 وراح بعدين اعطيك 5,000. بالله، وانت شو بتكون اي والله استفدت بهالحالة؟ انا بكون، انا بس بكون استفدت 5,000. شو بكون استفدت؟ استفدت 5,000 انا، إذا بدك تعطيني هلا 5,000، إيه والله صح. لا والله، كون أما يعني انا لا كسبت لا، ما 5,000، انت كسبت، كسبت ما كسبت شيء بدكم، خرب يومك الخامتني. لا 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 يا كبير اسمعني، انا اسمع، بدفع لك 5,000 اوكي، بتعطيني البيت 5,000، انت معك هي بتعطيني البيت بس اوكي، من بيع جيتك راح. ب 10,000 انا، اوكي بيع ب 10,000 اوكي، وبتشوفني في، بتشوفني وبشوفك في تل بالجاي. ابيب. ليه؟ عدت لا لا 10 9 رمي شو، ايش ما اتفقنا على لا شيء، ما لا اتفقنا لا على شيء لا، انا ما امزح ما امزح. نصب علي محمود شباب، شو السيارة والله بطيئة يا اخي، بتطلع بتطلع. هلو، مرحبا. لك هلا هلا والله، كيفك؟ هلا بالشيخ هاني، لك هلا بالحبيب. حي يلا حي. شو ما تسوي، هلا بالشيخ. شو عم تعمله؟ وين بيتك؟ والله
والله بيتي هنا فوق وقاعد اجمع سكراب حاليا مع عيال، طيب في شغل وكذا، عندنا سيارات وكذا. طيب اطلع معي وديك على البيس ونحاول نعقد لنا صفقة برا. يلا بسم الله. كفو من هون. هاني ايه مقلق من هون الطريق. ايوه هنا فوق طلع يسار، والله كان فندق هنا وعزلنا الحين. ايه فحاليا اشتغلت مع واحد من اخوياي، تعرف معرض سيارات وكذا. اوكي ما عندكم معرض سيارته؟ حياك الله يا شيخ. لك حبيبي والله. كان هنا بس عزلنا الحين، عرفت؟ اوكي ما ضل نقلنا على الشارع، عرفت هاني؟ اوكي ضل عندكم والله السيارة كلها تختفي. بالله تختفي والله هاني. شوف هنا هذه اثار السياره. اوف شوف هذه اثارها، شوف بالله هاني. والله حرامات والله. خذها ده في قطعه، خذها. والله خذها سيارتك. ايه والله حرام يا اخي، ما ادري تختفي. طيب والله خلنا نطفي ذا. والله كنت جاي اشتري من عندك سياره اذا عندك للاسف. والله يا هاني دقيقه، مشكله خويي مأفك الحين، عرفت؟ ولا عندنا سياره ثانيه هناك على الشارع. بالله طيب اي والله، بس ان المفتاح معاه، عرفت؟ اوكي ومقفك هو في البيت حقه، ما اقدر اخش. يلا بلكي وش تبغى هنا نعطيك؟ تبغى سكراب؟ تبغى والله ما بعرف. علمني بس. والله اللي بدك يا تعطيني، مثل ما شايف شخص فقير انا صغير. تبشر والله. كم تبغى سكراب ولا اسلحه اللي تبغى؟ والله اللي يطلع منك. انت حدد طلباتك وحنا ابشر. امسك هي هدي. طيب يلا هي يلا دي. ها اخسون. دقيقة هاني، على هذه الحركة الحلوة. دقيقة ثواني بجيك هاني دقيقة. كفو والله. اوه شباب بيزبطنا هلا حركات. ليتس جو. فكر اول شيء اعطيه سيلفر هاي وحدة. تستاهل والله هاني. لا تستاهل والله، تستاهل بربك. شو هاي التسامير؟ تستاهل يا شيخ. والله كفو والله. خلاص روح بالله. ولك عاش. شوف بعدين هاني، شوف قول لمحمود. ايه نفواك تمسك محمود، حلو؟ ايه محمود اليوم نصب علينا، خد سيارة عندنا والله وما حسبنا حقها، عرفت؟ قال ايوه، قال لي بعدين حسبكم. جهز حالك، من الريد باعها بعدين. اوكي عمل نص والله هاني. لا انت قول قول له هاني، قول له مشكلة تدري هاني، ما اخذ السيارة عندنا شراء اقساط، حلو؟ ايه وراح عند جارنا باعها. شوف كيف والله يا اخي، مكالمة مجرم. مجرم والله مجرم. تعال شوف شو عمل فيه. والله مجرم. لك كان عندي سيارة يا نادر، قسما بالله خرافي. زور شو فيك تعمل فيها. سيارة تاكسي، حلو. الشباك الخلفي فيها إشارة مثل رفسة، عرفت كيف؟ أي شخص يركب معك ما بدك إياه بترفسه وبتنزله منه، عرفت كيف؟ قام نصب علي، أعطاني هاي الديلة. حلوة. طيب مو أنا أخذ سيارتي راح باعها، أعطيته هاني. السيارة اللي معي مدرعة كاملة، عرفت؟ أفخم سيارة. أيوة وراح باعها عند جارنا، عرفت؟ وجارنا قال محمود يقول أنتم حرامية، مش كتهمنا، عرفت؟ اسمع ليه؟ والله ها بس يفتح الريد بالسيرفر، بنجتمع كل السيرفر، بنفوت على بيت ما مكاله. والله هاني تكفى ابو محمود. والله هاني سرقنا وما حسبنا واعطيناك كم سياره، مشكله الحين. لا والله مطلوب راسه. لازم نشوف محل هاني عاد. ايوه لازم والله. اي والله حبيب قلبي، لك هون ساكن. لك اي شيء تبغاه هاني مره. والله كفو. ايوه انا هنا لعيونك، وان شاء الله برد لك هالجميل. مره اللي تبغاه هاني حيك، ما يحتاج والله، ما يحتاج. والله كفو. ما والله يحتاج، الله يوفق لك يا حبيبي هاني. حبيبي والله. في شي كراج قريب تعرفه؟ في جارنا اللي هنا على الشارع. ايه محمود عرفته؟ محمود الولد ذاك. لا والله ما عرفته، هلا راح اروح اشوفه، بس بما انه اعطيتني 1000 سكراب. محمود ايوه على الشارع. يب. روح هاني روح، تستاهل والله. امسك كفو. لا والله هاني ما يحتاج. والله ما ترده، تاخذ سيارة. يا هاني خذها ما ابغاها. لا والله هاني والله انا
تختفي علي كل شوي هاني، والله ما استفيد منها. خذها دعمه هيك مو ظابطه. والله خذها هاني والله، اذا بدها تختفي انا هيك ايوه انا اوقفها وتختفي، عرفت؟ يلا لك ان شاء الله بجيب لك هديه تاني ان شاء الله. الله يوفق لك حبيبي هاني، تستاهل حبيب قلبي والله. يلا بدك شيء؟ الله يعطيك العافيه هاني. هلا هلا، سلامه. والله شخص اسطوري قسم. لا اعطاني 1000 سكراب شباب. What the fuck. اوه هاي كراش، ليتس جو. هلو يا شباب، وين العلا؟ قسما بالله هالسيارة حلوة، بس ما في حدا. وين صاحبه يا اخي؟ هاي هاي، وين نحنا؟ هلو. هلا هلا والله. هلا 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 بالحبيب. هاي كراجك هيا؟ ايوه. كفو التعرض، عندك سيارات للبيع؟ في هاي بس، هاي ما في غيرها؟ كله كان في بس اشتروهم. اوكي طيب، كان في تانك وكان طيب. شو سعرها هاي؟ ما بنختلف عن السعر. كفو لك، اذا اول مره جاينا بعطيك اياها ب 150. والله كفو. طيب شو رايك، عندي صفقه لك. ايش هي؟ اذا اعطيتك هاي السياره، ايش قد بدك فوقها؟ تعرف حصلي هالسياره؟ هاي المفتاح، امسك جربها اذا بدك. يا رب هي القطع هذا شوي مو كويسين. طيب امسك، عندي قطع. ما في مشكله، ما في مشكله، القطع عندي يا. بس انا عم بشوف سيارة. أوكي. يعني انت بدك تاخذ هذيك السيارة ونعمل يعني فرق صفقة بينهم؟ اذا يعني انت شو بتسعر هاي السيارة؟ يعني اذا بدك تشتري هيك سيارة، ايش قد تشتريها يعني؟ انت؟ اشتريها ب 200 سكراب. 200؟ معناها خيو معناها شو؟ يعني انت تعطيني فرق؟ طب 500 سكراب تاخذ هاي وانا باخذ هذيك. بعطيك 100 سكراب فوقها؟ ايه والله غالي يا اخي. انت هي قلت لي حقها 150، هي بس ب 50 معقول؟ ليك كمان فيها ميزه، صندوقين لوت، يعني هي شغله اسطوري على فكره. انا عارف عارف، هي الشغله اللي فيها 2 صندوق لوت عندي اياها، فبقدر اركب اي سياره. خلص طب انت اعطينا سعر. انا شوف وانا بشوف كويس كويس. ليك شوف، معي 30 سكراب، ما معي غيره. اوكي بعطيك اياه هون ولهي السيارة. اوكي وبعطيك هود فيك تفرمون وتجيب سكراب كمان. شوف هاي 30 وهاي هود. اوكي خلاص توكلنا على الله. كفو. هاي المفتاح، كيف محركات هاي السيارة وسرعتها؟ والله اقوى من هديك بكثير والله. طيب هاي المفتاح اذا بدك ايه افتح شوف القطع بياخذ قطع اكثر. اوه ماكينة خارجية مو مثل ويزل. بس انا معي القطع اعلى من هودسة. افتدك فيك تركبهم. اي والله راح اركبهم احسن. اوكي بدك القطع هود ولا ما بدك اياها؟ كف هود اذا بيفيدوا. ايش ما بعرف. لا 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 ايوه بيفيدونا. يب بدك خليني اصلح لك اياها، اقعد ريح اصلح لك اياها واضبط لك اياها، غير لها زيت وبعدين. ومعك لو فيول؟ انا حاط لو فيول بهديك السياره. والله كراجك حلو، بس مشكلته انه بمنطقه شوي بعيده، عرفت؟ هو لانه انا اخترت المنطقه هون ليه؟ لانه فوق جاز ستيشن وترين يارد وسوبر ماركت. والله منطقه حلوه، وسوير بنش كمان قريب. سوير برنش ايوه. كفو والله، واكل كمان. وخل دل الناس على الجراج تبعنا، خليها أبشر. تجي عندنا. ابشر اذا قالوا لك من طرفه بتعمل لهم خصم بسيط مو هيك؟ كفو اكيد. كفو يلا لك، بدك شيء؟ سلامتك. سلام سلام.
او شباب هاي السيارة اسرع بمئة الف مرة. منيح الرضي والله منيح الرضي. شو هذي كانت بطيئة. اوكي شباب هاي كان هاي كل شيء كان لح 3 2 1 اوكي شباب هاي كان 3 2 1 اوكي شباب هاي كل شيء كان لحلقتنا اليوم. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة ولا تنسوا توصلوا المقطع 5000 لايك. انتوا قد يا اساطير ومع السلامة.